ثم تبعه عمر، وعمر برضو كان شديد الأذية، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير وأصغر من حمزة، لكن عمر كان شجاعا عظيم الجسم، حتى ذكروا في السير قالوا إذا جلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برز عمر وخالد، يكونوا ظاهرين يعني الناس كلهم مستويين وعمر وخالد معلوم. كان إذا ركب الفرس خطت رجلاه الأرض، لما يكون راكب على الفرس رجلاه في الأرض، فكان جسمه عظيم وكان قوي ولا يهاب. فإسلامه كان بعد إسلام حمزة. قال المصنف وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر ابن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعمر لما سميت بالفاروق، سبب التسمية دي شنو؟ فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام. وأكان السبب من الأول عمر كان شديد العداوة وكان غليظا وكان فظا، فيوم من الأيام بيحكي هو قال كنت جالسا في مجلس فيه أبو جهل وشيبة، فقال أبو جهل من يقوم إلى هذا الرجل الذي فرغ جمعنا وسفه أحلامنا فيقتله، وله عندي 100 ناقة سوداء و100 ناقة حمراء و1000 أوقية من الفضة. كل المبلغ ده لمنه؟ للزول البكتل محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بالله الزول ده بذل مال قدر كيف في عداوة الإسلام، مع انه ابو جهل ده بيعرف الحق وعارف الحق، لكن ماله ده ما حيغني عنه حاجه. ربنا قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ده بذل ما القدر ده عشان يحارب الدين، والان في ناس بيبذلوا اموال كبيره جدا لحرب الاسلام، اموال طائله بيبذلوها لحرب الاسلام لكن ما بيقدروا. شوف كيف يعني هواجت ابي جهل انقاذ عمر رضي الله تعالى عنه الى الاسلام بهواجة أبو جهل. قال عمر فحملت سيفي وكنانتي ومضيت، بقى ماشي بفتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلقيني عبد الله ابن النحام وكان قد أسلم وأخفى إسلامه فرقا من قومه، خايف من أهله داس إسلامه لكنه أسلم، فلقاه في الطريق. قال يا عمر أين تريد؟ قال أريد هذا الذي سفه أحلامنا وعاب ديننا فأقتله. فقال له أتظن يا عمر
أن بني هاشم تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا؟ لقد غرتك نفسك يا عمر، تقول لي غشتك نفسك ساي وعجبك روحك، أفلا ترجع؟ قال إلى بيتك وإلى أهلك فتقيم أمرهم. دار يرجعوا لموضوع ثاني. قال له وما الذي حصل؟ قال له اذهب إلى ختنك، يعني المزوج أختك، الختن هو زوج الأخت. قال له اذهب إلى ختنك وابن عمك وإلى أختك فقد أسلما وتابعا محمدا. قال لك أنا أمشي أول حاجة، ها؟ قوم بيتكم، بعدك تعال قول أنا داركت محمد. وأراد بذلك صده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرجع منه بس، ده كل موضوع. فرجع عمر إلى بيت أخته. أخته هي فاطمة بنت الخطاب. وزوجها هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، ود عم طوالي، ود عم زوجته طبعا. فلما اقترب من الباب كان عندهم خباب ابن الأرد في البيت، لأنه خباب كان من المستضعفين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم أحد المستضعفين جمعه إلى أهل بيت عشان يحموه من الناس اللي عندهم، لأنه ديل من بني عدي، الاثنين من بني عدي، وديل عندهم حصانة في مكة وهلم كتار. فجمع إليهم خباب ابن الأرد. فأول ما اقترب عمر من الباب سمع تلاوة القرآن. خباب كان بيقرأ عليهم القرآن. فطرق عليهم الباب، فأول ما دخل بطش بختنه سعيد بن زيد، ضربوا حتى ألقاه على الأرض. ثم جاءت زوجته لتدافع عنه فلطمها عمر حتى أدماها. وبعد ذلك يعني رق عمر لما شاف الدم على وجه أخته، فقال له إنا قد أسلمنا وتابعنا محمدا فاصنع ما بدا لك. دار تعمل شنو يعني؟ وكان في يدها صحيفة. قال لها اديني الصحيفة دي. قال لها ما هذه الهينمة؟ الهينمة التي أسمعها، يعني هما دي تلاوة بتاعت القرآن وهما عارفة دي شنو، فسماها هينمة كأنها الهمهمة. قالت إنك امرؤ نجس ولا أعطيك القرآن، ما بدك له. قال أغتسل. قالت اغتسل. فذهب واغتسل ثم عاد فأعطته الصحيفة فصار يقرأ فيها الآيات من سورة طه. بعد ما قرأ وكان قارئا قال ما أحسن هذا الكلام، ده كلام جميل. وأول آية قال وقرت في قلبي هي قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فدخل الإيمان في قلب عمر. في الوقت ذاك لما رق عمر ولان للإسلام خرج خباب، كان مختبئا طوالي طلع لأنه ما عنده حماية هو. قال يا عمر
إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاب له الحديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام فبشروا بالحديث طوال عمر مرق من هنا رضي الله عنه والإيمان في قلبه قال أين محمدا خباب قال له هو في بيته في نفر من أصحابه كويس لما مشى طرق عليهم الباب رجل من الصحابة نظر من ثقب الباب أول ما عاين قال هذا عمر فخاف بعض من في الدار خافوا منه رجع وحمزة موجود جوا قال افتحوا له الباب إن أراد خيرا بذلناه له وإن أراد شرا قتلناه بسيفه سيف الشاري ذا بنقتله به وسبحان الله عمر رضي الله عنه ذكر مقولة حمزة في القصة بتاعته قصة طويلة ما جاب المصنف هنا فاللي فتح له الباب النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا ما من صفة حميدة إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها ديل عندهم شجاعة ما بيلحقوا شجاعته أصلا ولو عندهم قوة ما بيلحقوا قوته عمر رضي الله عنه قال ففتح لي الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخذ بمجامع ثوبي مسكوا من هنا من فوق قلت لما انتهي تبدأ الشكل مش بتبدأ من هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك عمر من وين من فوق هنا بمجامع ثوبي قال وأنزلني على الأرض لما قعدوا في الأرض قال أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة سمعها أهل الدار الجوة كلهم سمعوها قال فكبروا تكبيرة سمعتها مكة كلها لأنه ده فتح ده الفاروق فأول ما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه أول ما أسلم بلغ العدد 40 رجلا طبعا هو تأخر إسلامه عن السابقين الأولين طوالي قال يا رسول الله فيما الخفية ألسنا على الحق قال بلى قال وهم على الباطل قال بلى قال ففيما نختفي قال فخرجنا واصطففنا صفين على رأس الصف أنا والثاني حمزة قال وطفنا بالبيت مرقوا مشوا طافوا بالبيت قالت قال فأصابت قريش أو قريشا كآبة عظيمة نزل استاء استياء شديد جدا لأنه ديل حمزة وعمر وديل بيقوا سند للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت قريش لقد عز محمد وامتنع قال ابن مسعود والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر أول ما أسلم عمر بيقوا بصلوا وين برا في الكعبة الصلاة كانت جوا وفي الشعب وفي الأودية قال ابن مسعود أيضا ما زلنا أعز منذ أسلم عمر دي عزة لأن أول حاجة عمر في نفسه كان قويا وقوم من بني عدي ناس كتار جدا ما بتقاتلوا ولذلك عمر قال أول ما أسلمت قال قلت من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر ذول بكره النبي منه ده بيتكلم مع نفسه براه كده قال فقلت أبو جهل
ده أكتر زول بيكره النبي صلى الله عليه وسلم. ده يمشي يبشر وقال ده بفتش أكتر زول بيكره النبي عشان يمشي لي في بيته ها ويقول له أنا أسلمت رأيك شنو؟ داري غيظه مش كده؟ أيوة يا عمرو داري غيظه. قال بس داري أشوف لي أكتر زول بيكره النبي صلى الله عليه وسلم بس بمشي له. قال فقلت أبو جهل. قال فطرقت عليه الباب. طبعا أبو جهل خالد عمر أمه من بني مخزوم أخت أبي جهل كويس. أبو جهل في الحساب خاله وخالد بن الوليد برضو خاله. قال فطرقت عليه الباب ففتح الباب قال مرحبا بابن أختي ما جاء بك؟ قال أما علمت أني أسلمت وتابعت محمدا؟ قال فأغلق الباب رد الباب في وشه طوالي قفله بئس قال لي ما جاء بك. قفل الباب ودخل فيه ما يقدر يسأله. قال فسألت في قريش من أنقل الحديث في قريش؟ أكثر زول بتاع شمارات في قريش منه؟ أكثر زول شمار بيقول بفك الخبر سريع. الكلام ده بالليل. قالوا جميل ابن معمر الجمحي ده شمارات بتاع قريش نمرة واحد. قال فلما أصبحت بعد الفجر قال ذهبت إلى معمر ابن معمر الجمحي جميل. قال فقلت يا جميل أما علمت أني أسلمت؟ قال والله ما استكمل حديثي. ما انتظرني ذاته أنا أوريه يعني حيثيات الإسلام وكذا. قال فصار يجر رداءه جري وخم هدومه زي المرأة بتلفح توبة تلبس نصه في الشارع ديك بيكون عندها شمار مسخن معاه ما قادرة تلبس توبة جوا البيت جري. فصار يجر رداءه برا طوالي. قال فصاح في أندية قريش والناس كلهم قاعدين في أنديتهم حول الكعبة قال إن ابن الخطاب قد صبى. وعمر ماشي وراه يقول له كذبت بل أسلمت لأنه صبى كلمة صبى معناها ارتد ودي كلمة قال الإنسان اللي ترك الحق ومشى الباطل. قال بل أسلمت. قال هو بنادي وأنا بنادي بوراه. قال فقامت علي قريش كلهم يتلموا يضربوني وأضربهم هم بيضربون بطل. قال حتى ارتفعت الشمس بلا شوفوا العافية دي كيف يا أخواننا سبحان الله رضي الله عن عمر. انت هسه بتقدر تدور لك شكلها من بعد الفجر لحد ما الشمس تحر وما بتفتر ربع ساعة بتجيب كسافتك. قال حتى ارتفعت الشمس شغال بيضربوا فيه وهو بيضرب فيهم. قال فجاء رجل وهو العاص ابن وائل السهمي والد عمرو بن العاص ودخل لعمر بن الخطاب. قال ماذا تريدون من الرجل؟ قالوا قد صبى. قال رجل اختار لنفسه ما يشاء أتظنون أن بني عدي تاركي لكم عمر؟ تقالين أهل بخلوكم؟ قال فتفرقوا عنه كلهم خلوا. قال لسه بتكون الشكل مدورة مش؟ كان بني عدي حيجوا يدوروا رياضة أكان حيجوا أهله بقيفوا معاه فتفرق. العاص بن وائل السهمي مات مشركا ما اسلم فتفرقوا جميعا عن عمر. طيب ولهذا يا اخواننا لما اسلم حمزه واسلم عمر فشى الاسلام في القبائل وانتشر لانه الناس لقت منعه ولقت عزه